شهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يوم أمس الخميس انطلاق النسخة رقم 22 لكأس الخليج بلقاءين في المجموعة الأولى. انتهى الأول بتعادل المنتخب السعودي مع نظيره القطري بهدف لمثله، وفي الثاني نجح المنتخب اليمني في اقتناص نقطة ثمينة بتعادله مع المنتخب البحريني بدون أهداف. المواجهة الافتتاحية التي أدارها الدولي الأسترالي بنجامين ويليام شهد التقدم الأخضر بهدف سجله فهد المولد في الدقيقة 37، ثم أدرك إبراهيم ماجد التعادل للعنابي بعد مرور 9 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني. من العرس الخليجي نعود نستأنف جولتنا في وطننا العربي الكبير بنتائج الدوريات العربية في القارة الإفريقية، وننطلق من أقصى الغرب مع منافسات دوري المحترفين المغربي، حيث انفرد الوداد بصدارة المسابقة ب16 نقطة بعد فوزه على شباب أطلس بهدفين دون رد في افتتاح الجولة 8 للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل الكوكب المراكشي مع الريف الحسيمي بهدف لمثله وتأخره عن الأحمر بفارق 2 نقطة. في أبرز نتائج هذه الجولة، عمق أولمبيك خريبكا من جراح الجيش الملكي عندما تغلب عليه بهدفين لهدف، وخسر الرجاء البيضاوي أمام القنيطري بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي تفوق بها حسنية أغادير على الدفاع الحسن الجديد الذي يقوده المدرب المصري الكبير حسن شحاتة. أما في الدوري الجزائري فقد افتك اتحاد الحراش قمة المسابقة بفوزه على مولودية بجاية بهدفين لهدف في الجولة 10، ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة في المركز الأول مقابل 17 نقطة للخاسر تراجع بها للمركز الثاني. كانت مباريات هذه الجولة قد انطلقت الجمعة الماضي بلقاء قمة بين شبيبة القبائل ووفاق سطيف، خرجت نتيجته بتعادل الفريقين بهدف في كل شبكة. وفي أهم النتائج فاز مولودية وهران على أولمبي شلف بهدف دون رد، وبقي ثالثا ب16 نقطة، وخلفه مولودية العاصمة بخسارته أمام شباب لوزداد بهدفين نظيفين، وهي ذات النتيجة التي ربح بها جاره اللدود الاتحاد أمام اتحاد بالعباس. نختتم جولتنا في ملاعب أبناء لغة الضاد من تونس الخضراء، حيث الجولة 10 من منافسات دوري الرابطة الوطنية للمحترفين، والتي حافظت للأفريقي على الصدارة بعد فوزه على مضيفه شبيبة القيروان بهدف ياسين المكاري من علامة الجزاء، ليرفع فريق باب جديد رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن النجم الساحلي الذي خسر أمام الترجي بهدف جيلان الشعلاني في قمة مواجهات هذه الجولة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. قبل بس ما اكمل في الكوره، الحقيقه قريت انه كابتن ابراهيم نور الدين حكمنا الدولي اللي احنا بنشيد بيه على طول هيعمل برنامج تلفزيوني اسمه هيما وشيما. شيما ده اسم الزميله المذيعه، وهيما ده الكابتن ابراهيم نور الدين المذيع باعتباره عنده خبره عظيمه جدا في تقديم البرامج. وصدقنا بقى عندنا حكم كويس يا كابتن ابراهيم، لو سمحت ارجوك اطلع في هذا الكلام من فضل حضرتك، يا اما خلاص حضرتك تفرغ للتقديم وانسى التحكيم. واعتقد الكابتن عصام عبد الفتاح سمعنا لحد لسه من كام يوم بشيد بابراهيم نور الدين بقول عندنا اصبح لدينا حكم، وده في مباراتك مع المقاولين العرب. اذا كنت حضرتك عايز تقدم برنامج مع الزميله شيما خليك مع شيما وهيما وكمل برنامجك هناك، لكنه التحكيمة ما يمشيش مع هيما وشيما يا كابتن ابراهيم عشان تبقى قصة واضحة. يعني خلينا نخلص من الزيطة دي والهيصة دي. كابتن علي حضرتك بتتكلم قبل الفاصل، بس انا كنت عايز اقول لك بس 6 من اهم اللاعبين الموجودين وبعدين نروح للضربات الثابتة حضرتك بتتكلم عليها. خلينا نتكلم على مامي ضيوف، مهاجم ستوك سيتي صاحب 27 سنة، صاحب 185 سنتي، والاطوال هناك يعني ايه اقل حاجه كده، انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم 185. مهاجم بيلعب في ستوك سيتي، قبل كده لعب في مولدا النرويجي، مانشستر يونايتد الانجليزي، وبلاك بيرن الانجليزي، وهانوفر الالماني، الان هو متالق مع ستوك سيتي وسجل في مرمى مصر في المباراه الاولى. نرجع للاعب اللي بعد كده، اللاعب ذو السرعات، بنتكلم على ديمبا سيسي او ستيفان بادجي. ستيفان بادجي ده لاعب وسط الملعب،
بيلعب في النرويج فريق متواضع اسمه بران النرويجي 187 سنتي، انا قلت لكم تبدا 185. لاعب خط وسط 24 سنه، هو ما لعبش غير في النرويج لكن لاعب خط وسط متميز. نرجع تاني لباقي اللاعبين في المنتخب السنغالي، نروح لدامين دوي. دامين دوي 180 ده على الورق، لكنه يعني 186 ده الطول يعني. بيلعب في لوكوموتيف موسكو ومهاجم، وايضا يا كابتن بيتالق على طول باستمرار، بيسجل اهداف على طول. ده من دوي تاني، وغيرت له فجاه يعني. ده الانديه اللي لعب فيها كمان. نكمل مع ساخو 185 سنتي، وزنه 79 كيلو، 25 سنه الان، فوستهام ومتالق جدا، وتم استدعائه خصيصا لهذا اللقاء يا كابتن علي. بعد كده وما لعبش معاه، كان عنده خلاف، كان عنده خلاف مشكله، كان عنده خلاف عنيف مع آلان جريس. هو واضح انه آلان جريس ليه يعني رؤيه معينه، والدليل بس استدعاه في المباراه دي. نعم. عندنا بعد كده ساديو ماني، او انت هتحطوا اسماء مين اللي موجود عندنا، ديمبا سيسيه، ده اقصرهم الحقيقه، ده قزم 183 سنتي لسه صغير، 29 سنه، مهاجم في نيوكاسل وبيلعب اساسي. المشكله انه بيلعب اساسي. دي تكمله انديته، لعب في ميدز، لعب في شاتورو، لعب في رايبورد، والان في نيوكاسل وبيأدي بشكل جيد جدا. كل الناس دي يا كابتن علي بيلعبوا اساسيين في انديتهم هناك. يعني برضو ارجع ااكد للمره الخامسه ان انا متفق مع حضرتك ان كلهم شبيهين ببعض حسب طريقه اللعب، كلهم بيلعبوا في انديه اوروبيه وكلهم بيلعبوا بشكل اساسي. ساديو ماني ده القصير بجد 175 سنتي، لسه صغير 22 سنه، ده جراي جدا يا كابتن. أيوة. لعيب وسط بيبقى له بعض المهام الدفاعيه اللي بيسندها له آلان جريس. ودي الانديه اللي لعب فيها، كان منها ميدز، سالزبورج، وانتهى بالمطاف الى ساوثهامبتون الانجليزي. يعني هل دول بيشكلوا مصدر قوه، مصدر قلق بالنسبه لشوقي غريبه كابتن؟ لا، هو يعني شوقي برضو احنا خاض مباراه مع فرق الافريقيه وفيهم يعني لعيبه على مستوى عالي جدا، وبالتالي يعني لا يخلق النهارده، كان زمان الاول يقول ده محترف في الحته الفلانيه، ده دلوقتي اللعيبه قادر انها تتعامل. نعم. واثبت الجهاز الفني قبل كده، حسن شحاته، المجموعه 2006 2008 كنت بتلعب مع لعيبه يعني على مستوى ارقى كمان. وبالتالي اعتقد ان اللعيبه ده بيبقى حافز للعيبه بتاع انها تلعب وتادي بشكل اعلى، لانه عارف انه بيقابل مستوى اعلى في الجري، مستوى اعلى في القوه، في السرعه، في المهاره، في الضغط على الكرة، كل الكلام ده لازم يتعامل معاه. وعندنا لعيبة تقدر تتعامل معاه. فيعني ان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله يعني لعبتنا ان شاء الله توفق بكرة، لانه مش عايزين نقلق من السنغال، ده بيلعب كذا، ده ثمنه كذا، ده ثمنه مش عارف كم مليون. فاعتقد احنا عندنا برضو لعيبة محترفين، عندنا لعيبة محترفين، وعندنا لعيبة تقدر تقابل الكلام ده بشكل كويس جدا. وزي ما قلت انا بركز دايما على الطريقة اللي هيلعب بيها، او الطريقة اللي بيلعب بيها السنغال قدامنا، بصرف النظر على الاسماء، لان المستوى الفني اعتقد بين لعيبة السنغال مع بعض قريب جدا من بعض. فبالتالي احنا يعني نركز تماما في عملية دي، نركز في ان احنا ازاي نقابل الناس دي. المطلوب من الناحية اللي يمكن قبل ما نخش في التفاصيل بتاعة يعني الكرات الثابتة والحاجات دي، انا بشوف برضو دور المهاجمين. انت النهاردة عشان تقابل فريدة وتحرمه من انه ينظم الهجمات بشكل سريع، لابد من المهاجمين يقوموا بدورهم الدفاعي. وعملية مهمة جدا، لانه لازم تحرم السنغال من انه يلعب من الاداء السريع او رد الهجمات المرتده السريعه. تحرمها ان انت لازم تضغط عليه في ملعبه، في التلت الاولاني بتاع ملعبه الدفاعي. ليه؟ عشان تحرمه من بناء الهجمات، او من سرعه الرد الهجمات، او السرعه بيتماس بيها مهاجمي السنغال. بالتالي لينا دور كمهاجمين ووسط ملعب، ليك دور مهم جدا انك تحرمهم من بناء الهجمات دي بالضغط على الكوره، مكان الكوره كله في مكانه. مش هقول اللعيب يرجع دافع ورا، لا، انا عايزك تدافع من المكان بتاعك في المنطقه بتاعتك، تدافع كاحسن مدافع، مش مجرد ان انا بجري. صحيح. مش انا بجري قدام جنب اللعيب وبس. انت مدافع ليه؟ بتأدي الدور، بتأدي الدور على قد ما تقدر. وبعدين لو انت بعد كده في زي ما قلنا بدائل هتقدر تقوم بالدور. طيب. فنتمنى ان شاء الله ان يعني لعبتنا مؤكد عندها الفكر ده، مش بنقول حاجه جديده، لا، عندها الفكر ده، لان كل ما بتعلى بالمستوى اللي هتقابله، كل ما انت برضو كلعيب بتقدر
تعلى عشان تقابل المستوى ده بشكل جيد. حضرتك انت كنت من اللاعبين الطوال اللي نعم. استفادوا من طول القامة في, نعم. في لعبك. انا شايف انه بكرة مهمة منتخب مصر انه كمان يواجه عنصر الطول الواضح اللي لانه هنا خطورة بقى الكرات الثابتة أيوة. لان دي برضو هم عندهم اطوال عالية جدا. طب انا هعرض اهداف دلوقتي بعد اذن حضرتك عشان نشوف كيف استفادوا من الكرات الثابتة. لكن اسألك يا استاذ علاء واحنا قبل ان نعرض الاهداف انه عودة محمد صلاح تسجيله هدفين في بوتسوانا ذهابا وايابا رغم عدم مشاركته كاساسي في تشيلسي والشائعات الكثيرة عن قرب رحيله. بعدين اذا راح انا بيتكلموا على الميلان بيتكلموا على ريال سوسيداد بيتكلموا على توتنهام بيتكلموا على ليفربول. يعني اذا راح هروح نادي محترم نادي محترم كبير يعني واحسن له كابتن احمد 100 مره يا كابتن يلعب احسن ما يقعد على الدكه. انا كابتن ضد ان انت جنه الاهلي والزمالك دي ولا حتى جنه تشيلسي وجنه مانشستر يونايتد. اللعب هو اللي يلعب واللي وداه تشيلسي هو اداؤه في بازل وتالقه مع بازل بالظبط. هل ده بيدي دافع وحافز لمحمد صلاح بشكل جيد؟ تسجيل محمد النني كمان كان بعيده الحال الولد مستواه عالي جدا الفتره الاخيره حتى مستواه في بطوله اوروبا. عوده متعب انا شخصيا اشك انه يبدا اساسي لكنه على الاقل موجود في القائمه. فورمه وليد سليمان الطيبه اللي موجود فيها فورمه تريزيجيه حتى فورمه عمرو السوليه. هل دي كلها عوامل جيده مع الخوف الشديد اللي هرجع فيه للكابتن علي حته القلب اللي كان بيكتب عليها في حته قلب الدفاع؟ الايجابيات عندنا واضحه في وجود احمد المحمدي ده عنصر مهم جدا وخصوصا اذا قام بدوره. انا شخصيا لا اتوقع انه يبدا اساسي. نعم لا تتوقع لا اتوقع على الاطلاق. محمد صلاح ده دوره مهم ومعاه النني. انا اخشى انه عماد متعب يبدا المباراه وهو الحقيقه عماد متعب ما زال برضه رغم انه بدا يظهر لكن لسه ناسي يا جماعه فكروني في مباراه الجزائر اللي في مصر كان احتياطي ونزل فكروني لو انا غلطان. اتفضل. لسه تقيل شويه انه يبدا المباراه هتبقى المهمه صعبه عليه قوي لانه حتى الدور الدفاعي اللي بيقول عليه الكابتن علي هيبقى صعب على عماد انه يؤدي هذا الدور. انا شايف انه عندنا ايجابيات عمرو زكي يبقى انا ذكرت عندنا ايجابيات. نعم عندنا ايجابيات بس المهم ان احنا نمنع منتخب السنغال انه يوصل لنا بالضغط اللي من نص الملعب. منتخب مصر اذا نجح في انه يضغط من البدايه ونسجل هدف على الاقل في التلت ساعه الاولانيه دي بتفرق كتير معنا مع الجمهور. يعني انت شايف ان الهدف المبكر لمنتخب مصر يقلب المباراة يفرق كتير مع وجود الدعم الجماهيري كمان اللي احنا مفتقدينه. منتخب مصر هيلعب لعب تاني هيظهر بشكل مختلف. منتخب السنغال هيرتبك لانه هيضطر انه يفتح ويهاجم. انت ممكن تستغل هذا المغامرات السنغالية اللي ممكن تحصل في الحالة دي. يعني اذا احنا جبنا جون الملعب هيتفتح وهتبص تلاقي المسألة كلها في ايد المدربين. هو لازم يهاجم يعني في حالة دخول مرمى هدف هيفتح خطوطه هيهاجم ويفتح واحنا ممكن نستغل الكلام ده اذا حصل. يعني في متغيرات كتيرة ممكن تحصل في الملعب. واذا لا قدر الله هم سجلوا برضو ما هو الملعب ما تقدرش تعرف. ده اهم سؤال بقى عايز اسأله لحضراتكم وحشرك بعد خمس دقائق السادة المشاهدين. كابتن علي اذا سجلوا وده وارد زي ما حصل مع تونس فقدنا الوعي وحصل لنا ارتباك بشكل خط تونس سجلت في اول ربع ساعة خالد قمر انفراد شاط الهوا مش عارف كرة عرضية حسن عبد الرب المميز جدا بقى حطها بجوار القائم. ازاي يا كابتن مع ان يدخل مرماك هدف تتماسك وتعود للمباراه من جديد؟ يعني هو ده امر وارد لازم اللعيبه تبقى محطوطه السيناريوهات دي كلها محطوطه. نعم. لان ده امر وارد ده سيناريو من السيناريوهات اللي انت بتحطها لو حصل كذا. يعني لازم يكون في يعني لازم اللعيبه تتماسك. وطبعا انت احنا بنقول كلام نظري لكن الامر الواقع مش هتلاقي لعيبه فعلا هتبقى يعني مضغوطه اكتر والضغط يزيد عليهم وخصوصا لو الجمهور كمان صحيح ضغط بزياده كده هتبقى العمليه صعبه شويه. لكن ده امر ممكن يحصل لانك بتلعب فريق زي بحجم السنغال لعيب فرقه فيها لعيبه تقال ولعيبه كويسه. زي ما انت بتدور على انك تجيب هدف مبكر ممكن جدا هو يقول لك انا اخلص اليوم ده بهدف مبكر مظبوط خاصه ان لديه من الامكانيات والسرعات ما يسمح لي ما بكده. يسمح بكده نعم. وهتبقى اخطر لانه حد هتخليه بعد كده يلعب. يا جماعه تاريخ مصر والسنغال والاهداف وتاريخ 86 و2006 والمباراه الاولى جبناها يعني حاولوا بقدر الامكان نجيب اجوال للسنغال وكده يعني. ايه المقابلات كابتن احمد على فكره في صالح مصر يعني تتكلم على 12 مقابله اخر 12 مقابله سبعه فوز لمصر
3 فوز للسنغال واثنين تعادل. يعني كافه مصر بيكسبونا نادرا. بالظبط. يعني احنا كسبانين 7 مرات هم 3 مرات وتعادل مرتين. حتى في تصفيات كاس العالم مع برونو ميتسو في عز جيلهم الذهبي احنا كسبنا هنا 1-0 بهدف كان احمد ميدو. لسه لاعب صاعد وهاني رمزي عمل مباراه من اروع ما يكون كالنجم اللقاء. في 2006 هنا بطولة الامم كسبونا هنا 2006 في 1986 انا كنت احتياط ساعتها كسبت البطل هدف كوندي الافتتاح عمر سين لعب مباراه الافتتاح عمر سين ومع ذلك هم خرجوا من الدور الاول بالظبط واحنا وصلنا وخدنا البطوله في النهائي. نعم بالظبط هم كان عندهم بكام فده امر وارد يا كابتن احمد انت لعيب كوره لعيب كوره انا ممكن انزل المباراه باول دقيقه يجي فيها جول طبعا يعني 90 دقيقه دي اعمل فيها ايه فلابد ان انت تتعايش مع الموقف وتعيش مع الموقف ولذلك انا بقول اللعيبه النهارده لابد ان 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 تتعامل ويكون مؤهل الكلام ده ان انت ممكن تعوض وممكن تكسب مفيش حاجه صعبه انا عايز اقول لحضرتك بس عشان انا قلت معلومه صح والاعداد قال لي ان انا غلط وطلعت انا صح المباراه اللي هنا 2009 انا فاكر انه عماد متعب كان بديل كان زيدان بيلعب عمرو زكي كان بيلعب نزل عماد متعب اظن سجل هدف وفي واحده في الاخر بركات حطها في الشبكه من الخارج بعد ما هدف في الوقت في الدقيقه 91 او 91 بالظبط كده وده اللي خلانا لعبنا مباراه الفاصله في السودان والناس كلها كانتش عارفه الحزبيه بشكل جيد فده اللي مخليني بقول انه عماد قعدوا على الدكه ليس تقليلا منه لا خالص 30 دقيقه في هذا اللقاء مع الفورمه اللي هو فيها ممكن تفرق جدا خالص انت ممكن تستثمر عماد ممكن لما يبقى الملعب مش مفتوح قوي لما انت تبقى انت مثلا ضاغط في التلت اللي هو 2006 دي المباراه لا دي مش المباراه دي ده المباراه دي 2001 ده كنت دفور يا جماعه لا دي لا حسام حسن يا جماعه دي مصر السنغال دي 2006 طب برافو عليكم تمام 2006 دي مباراه من اجمل المباريات ومن اصعبها بشكر على طول الاخراج والاعداد الله يرحمه محمد عبد الوهاب وادي الحياه المباراه دي كانت صعبه جدا يا كابتن علي كانت صعبه جدا دايما لقاءات كده نعم ده الجمعه انا فكرته حسام حسن ادي احمد حسن ودي المباراه الشهيره بتاعت الكابتن حسن شحاته واحمد حسام ميدو بتاعت التغيير كان عبد الله با كان المدير الفني للمنتخب السنغالي واعتقد دي ضربه جزاء اللي جاب فيها عمرو زكي دي ضربه جزاء واضحه لمنتخب مصر ضربه جزاء صحيحه لمنتخب مصر بس يا جماعه اعتقد ده كوت ديفوار ولا لا ده السنغال دي البنالتي الاولانيه ايوه ده اللي عملها الباك الشمال اللي البنالتي عملها بايده الحكم عذبنا قعدها باين واحمد حسن حطها تاني وكسبنا كان كويس ان تفكرونا بالاجواء دي خلي الناس تعيش معانا شويه بس احمد حسن رجع اضاع في النهائي كان عنده من العزيمه والاصرار انه يلعب برضه في ضربات الجزاء جمهور الجميله استاذ علاء الحاله الجميله اللي كنا عايشينها لانه سمع انه البهوات بتاع عمرو زكي ده عمرو زكي بص الكوره يا كابتن عامله ازاي بص سبحان الله وهم بس الحقيقه هم ليهم بينالتي شافعي وملكه ابو حنيفه يعني بعد ما الحكم ده الهدف ده هدف التعادل ده مامادو نيانج من اللعيبه التقال لا هايله لعيبه جامده حاطط الاطوال بقى والقصه ولا يسال الحضري على الاطلاق عن هذا الهدف وحطها عكس اتجاه بالظبط عشان الحضري حطها حلو قوي يمكن ده الهدف الثاني هدف الفوز لمنتخب لا مش ده لا الهدف الثاني كان من ناحيه الشمال عمرو زكي ناحيه الشمال ابو تريكه عمرو زكي بدماغه لما نزل مكان ميدو ادي ضيوف نزول ضيوف كان في الوقت ده مصلحه لينا حاج ضيوف حاج ضيوف تحول في اسوء حالات نقطه تحول بس هم الحقيقه يعني عملوا ماتش كويس ساعتها ادي لا فرقه تقيله كان فرقه تقيله طول عمرها فرقه تقيله طبعا طول عمرها عندها بس احنا بنستعيد مع الناس ادي عمرو بقى نزل القصه الشهيره بقى لسه لازم تفكرونا تاني ما تجيبوا بقى على طول التغيير ما تجيبوا اللقطه هاتوا الجول وخلصوا لازم ما اصل ملخص المباراه واللقطه دي لقطه شهيره يمكن اقول لك لقطه تاريخيه ساعتها نائب رئيس اتحاد الكوره وحصلت القصه دي والهيصه دي وانا صممت على ايقاف ميدو انا قلت الميد القصه دي سمير زاهر بالليل هو الجول هو كده ده بعد نزول على طول دقيقه هو ارضيه نفس اللعبه هي جميله يا رب تتكرر مره تانية ان شاء الله عز وجل فانا الحقيقه صممت على اخف ميدو ووضع طبيعي سمير زاهر بالليل طبعا. حاول بكل الطرق لدرجه انه عايز اقول لك استاذ علاء مبارك ساعتها قال لي عايش الاحداث فاكر انت فانا صممت قلت له نخسر البطوله بس ما نخسرش المبادئ والاخلاق وبالفعل ما ينفعش توقف ميدو وانا قلت لميدو الكلام ده على فكره ان هم قعدوا بقى يجيبوا له يمين وشمال
وكان زميلنا العزيز عمرو اديب كان بدا يعمل اتصالات والناس كلها له خلاص ويعتذر ويرجع والحدوته والقصه، فانا الوحيد اللي وقفت في القصه انه ما طبعا ما كده لا لا بص الفرصه دي يا كابتن ده عماد متعب الحياه بس كان ساعتها عماد مش جاهز قوي فاحنا قلنا ساعتها عماد لو جاهز 100% كان خلص جون وكان بيستفيد منه الكابتن حسن من لحظات في المباراه. بص بص فرص قد ايه ضايعه بالجمله في البطوله والجماهير الجميله. بس ده كابتن علي ادينا انطباع طبعا ما جابوش اللقطه بتاعت البنالتي اللي ما اتحسبتش ساعتها لكن بتحصل في كل المباريات وده كان الصعود للنهائي برده بتبقى محطوط تحت ضغط تحت ستريس مع لعيبه تقال وبتقدر توصل وتكسب وتفوز بالظبط تقدر تشد معاهم وتقدر تقابلهم وتقدر تتفوق كمان خصوصا انك بتلعب في ملعبك مع جمهورك انت احنا اتحرمنا من الجمهور فتره طويله صحيح. فاعتقد ان اللعيبه يعني مشتاق قوي لان الجمهور يبقى معاها وان شاء الله بكره يساندهم جامد يا رب. فبالتالي دي نقطه مهمه لازم ما نغفلهاش وان شاء الله نستثمرها استثمار جيد باذن الله. استاذ علاء هل التاريخ بيبقى له دور في مثل هذه اللقاءات؟ يعني كابتن علي بيقول 12 لقاء احنا 7 هم 3 و2 تعادل، هل التاريخ يقف بجوار مصر خاصه ان بكره عندك عوامل مساعده، عندك جمهور صحيح، عندك اصابتين مؤثرين جدا عمرو جمال ومحمد عبد الشافي، لكن ربنا يبارك في اللي موجودين. وكنت بتكلم على محمد صلاح وعلى النني وعلى غيرهم من زملاء اللاعبين، هل عندهم من الروح ما يكفي من العزيمه والاصرار ما يكفي ان احنا ان شاء الله نعود ونفوز ومن ثم نبقى موجودين في بطوله افريقيا ونستعيد موقعنا الطبيعي؟ لا هو التاريخ جميل قوي لما نقعد نردده بالشكل ده ونقول انه عشان نحفز بالظبط كده لكنه بيتوقف لما الحكم بيبدا ده كلام مظبوط الاجيال بتختلف صحيح. احنا جت علينا فتره الجيل ده ما فيش ولا لعيب منه غير عماد بالظبط غير عماد متعب جت علينا فتره كنا راجعين الكاميرون وكنا دايما بنكسب الكاميرون في اي بالظبط لكن المساله دي ما تقدرش تقول انها تطلقها لا بكره مباراه مختلفه مختلف. شايف ان بكره مباراه مختلفه تماما اجيال مختلفه وانت صحيح عندك سن الشباب واضح لكن برضه هم كمان مجددين وبعدين المدرب بتاعه ما تعرفش بيلعب كل يوم بشكل تاني فالمباراه هتظل في حاله غموض الى ان تبدا وتبدا بعدها تتفرج وتشوف ايه اللي بيحصل انت ما تقدرش تحدد بكره ايه اللي ممكن يحصل بالظبط طبعا ابدا طبعا لكن انا بقول ان وجود المباراه على ملعبنا وفي وسط جمهورنا ده مهم جدا ويا رب الجمهور ما يخرجش عن النص ويلتزم بالتشجيع المثالي الوطني ودون الخوض في اي امور غير رياضيه. حدش معانا كابتن هيما على التليفون. حلو طيب عشان نرد على هيما وشيما كويس انه جه والتحكيم كابتن ابراهيم مساء الخير. الفل يا كابتن احمد كل سنه وحضرتك طيب وموسع كابتن علي بجريشه اهلا بيك يا كابتن ابراهيم. عامل ايه؟ الحمد لله وبنتمنى للمنتخب التوفيق يا كابتن يا رب ان شاء الله المصريين والمصريين كلهم ان شاء الله. قول لي لو انت بتحكم بكره وانت مصري 100% وكل املك واحلامك ان مصر تفوز، قلبك هيروح على مصر ولا تحكم فير برضه يا كابتن ابراهيم؟ لا لا هشوفه واحسبه برضه يا كابتن. لا هتشوفه هتحسبه. والله لو قلت جواب لا هتشوفه هتحسبه للفريق المصري بس. قول لي بقى ايه حكايه هيما وشيما دي؟ لا كابتن انا اتعرض عليا من واحد اسمه ايمن مدير الفنانه شيماء الحاج. مين الفنانه مين؟ شيماء الحاج. شيماء الحاج. دي مش مصريه؟ اللي انا اعرفه ان هي مصريه من اصول سوريه ان انا هعمل برنامج رياضي منوعات زي مسابقات كده اسمه هيبقى كوره مع هيما وشيماء. انا الناس المقربين ليا طبعا انا اسف لسه ما كنتش كلمت حضرتك انت عارف اني ما بعملش اي حاجه تخص مستقبلك. لا يا عم ربنا يخليك ده مستقبلك طبعا. معرفش يعني الملابسات ايه، الناس قالوا لي ان الكابتن اكرامي والكابتن جمال والكابتن حسام البدري والكابتن بركات وكل الناس الرياضيين عملوا وده هيبقى انفراد، في ناس بتأيد وناس بترفض. لكن انا يعني جالي تليفون دلوقتي ناس صحوني من النوم قالوا لي ان حضرتك معترض. وانا بثق في حضرتك طبعا ثقه عامه، انت راجل محترم طول عمرك. الله يخليك يا رب. بتأيد الناس في الصالح، فطالما انت يا كابتن شايف ان دوت هيبقى ضرر عليا وانت عارف ان التحكيم حياتي وانا ما اقدرش ابعد عنه. مهما كانت المقابل يعني هيبقى ايه؟ انا لو هدفع فلوس عشان احكم هفضل في التحكيم. وانا بعتذر يعني انا المفروض كان في ميعاد بكره عشان نقعد نتفق على مواعيد التصوير وعلى الكلام دوت تمهيدا ان احنا ننتظر الكابتن عصام عبد الفتاح ان هو يديني الموافقه. لكن خلاص انا دلوقتي حالا هتصل بالناس يا كابتن اعتذر لهم وخلاص يعني مفيش مشكله وخلينا مركزين في التحكيم زي ما احنا والحمد لله احنا وصلنا له
وبعد ما نبطل تحكيم ان شاء الله كمان 10 سنين نبقى نشوف الاتجاهات هتبقى تمشي ازاي ان شاء الله. كويس. بشكرك كابتن ابراهيم نور الدين، ده كلام مقدم مستوى كويس، كلام مهم جدا، مقدم مستوى هايل، ده عامل موسم هي عمل مباراه الاهلي والزمالك كاروع ما يكون، عمل مباراه الاهلي والمقاولين طرد اتنين من النادي الاهلي يا كابتن علي. انا شفت المباراه دي، نقطه مهمه اجمل مباراه، قال لك اللي بشوفه بحكمه، ده حاجه اللي بشوفه بحسبه، وده جميل لانه ما لا يستقيم يا كابتن علي انه بالظبط ما كانش الراجل ما يستعجلش، وجميل ان الراجل قال يعني هو الحقيقه، لان انا تليفوني بس اتغير يمكن ما وصلليش، حتى انا مجرد النصيحه اللي املك الا النصيحه بالظبط، لكن حسن على انه يعني السكه بتاعته وهو ماشي فيها كويس، نعم، وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله. طيب خلينا اسالك سؤال اخير في النقطه دي قبل ما اوصل للساده المشاهدين، لانه لازم نشركهم معنا في الجزء الاخير من البرنامج. كنت بتتخوف من كره السله؟ اه طبعا، انا بنتكلم على الاطوال دي، انا خايف من احمد لازم وضع طبيعي، لان هو ممكن دي في اعتبارات الان جريس ان هو في يعني في كل الحالات دي هيقدر. يبقى اذا في البدايه نصيحه لعبتنا ابعدوا عن الفاولات، على الفاولات القريبه كده حاجات في اضيق الحدود، ما تقدرش تبعد منها، لا طبعا بقدر الامكان، قدر الامكان طبعا، لان في حاجات بتبقى ساذجه جدا ما ينفعش اعملها وكده، ابقى حريص ان انا. كنا دايما في الماتشات دي مع الكابتن جوهر الله يرحمه وكابتن علي يقول لنا ايه، يقول لك التلت الاخير اعتبره منطقه الجزاء. اه بالظبط، يعني يقول لك التلت الاخير بعد بره منطقه الجزاء ب 10 12 يارده، يقول لك بلاش فاولات هنا على الجناب في المنطقه دي، هتعمل لك مشكله، لان دي يا كابتن احمد خطورتها ان انت ما بتعمل فاول على الجناب بتنقل، يعني لو كان بيهاجمك براس حربة اثناء اللعب براس حربة واحد بيطلع لك خمسة ستة قدام، مظبوط مظبوط، فبتبقى العملية عمرهم ما هيتواجدوا عندك باعداد غير من كرات الثابتة، صحيح، عشان كده دي خطورتها. اذا انت بتقول ان هم مميزين في كرات الثابتة، لعبتنا يبعدوا عن الكرات الثابتة على قدر الامكان، ما ينفعش هتلعب، ما هيبقى في فاولات اكيد، هيبقى في بس على كورنرات كل ده، بس لما يبقى في اللعيب عنده وعي في الحتة دي وعارف هيعمل يعني هيخلي باله، نعم يخلي باله بس. طيب احنا عاملين مكافأة للي توقع النتيجة صح، مكافأة بجد يعني، عاملين مكافأة 2000 جنيه اللي توقع نتيجة المباراة صح بأمر الله عز وجل، ولا اللي يفوز المنتخب يعني عشان بس نبقى مخلصين من الآخر يعني. لا طبعا عاملين مكافأة للي فعلا يتوقع نتيجة المباراة، وعاملين كمان او عاملين مكافئتين كمان وتشيرت منتخبنا الوطني، احنا بس نفسنا المنتخب يفوز بأمر الله عز وجل، واللي عايز يحضر المباراه برضه نعمل له مكافاه، واحنا خلاص اتفقنا مع استاذ سالم واستاذ تركي ازاي توصل لهم التذاكر، وعندنا برضه استعداد ان شاء الله ان احنا ندخل جزء من جماهيرنا بكره المباراه، بس يعني يا دوب عدد كده عشان الناس تفكر ان انا ببيع تذاكر، استاذ مرتضى منصور انا خدت التذاكر بتاعت الناس. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني، هتقولوا اسئلتكم للضيوف الاعزاء كابتن علي والاستاذ علاء، وتقولوا توقعاتكم لنتيجه هذا اللقاء.